بينما يحصل الفريق على راحة يوم الأربعاء إن شاء الله، ثم يستأنف التدريبات يوم الخميس. نتمنى التوفيق، نتمنى يعني عودة المصابين، نتمنى عدم تغذية المستشفى بزبائن جدد. إذا كان الأهلي مكتمل الصفوف هيستطيع، ولو إن في غياب مؤثر خلاص مؤكد بتاع علي معلول يعني. أعتقد إن النادي الأهلي قادر بإذن الله على إنه يجتاز هذه الخطوة دي مهمة، خلاص يعني هتوصلك النهائي. في النهائي بقى يكون لكل حديث أو لكل مقام كلام، ويبقى النادي الأهلي عنده وقت يرجع المصابين، وإن كان تأثير البطولة الإفريقية واضح على اختيارات حتى القوائم المحلية والعربية والمنافسات الأخرى بالنسبة لمستر كارتيرون، مأثرة عليه جدا إنه عمال يركز على اللعيبة اللي في القائمة والبدائل بتوعهم، وهو مضطر لهذا. بمجرد ما بإذن الله تكسب البطولة هنشهد أهلي مختلف بإذن الله تعالى. يمكن على ذكر الإصابات والمرحلة الصعبة اللي بيمر بيها فريق الأهلي حاليا، كل التحديات